من جمال وفائدة الفواكه اللي فعلا فاطمة دائما احنا نتكلم عن هالموضوع. هذا في ناس للأسف ما تتقبل تاكلها ولا ترضى تسويها عصير، يعني حس الموضوع وايد غريب عندهم. فعلا يعني الفواكه لها فائدة كبيرة، ولازم الواحد يحاول كثر ما يقدر انه يدخل الفاكهة في نظامه الغذائي طبعاً. خاصة للسيدات يعني اللي تبي تحافظ على بشرتها وعلى شعرها وعلى جمالها، الفاكهة تلعب دور كبير بانعكاس هذا الجمال على صحتنا. بالتأكيد فاطمة، لأن كل امرأة تحب تهتم بجمال شعرها وأيضا بشرتها، وتبحث بكل الطرق عن الأشياء اللي تساعد في تقوية الشعر والمحافظة على البشرة، سواء بالمنتجات فيها فيتامينات أو بس ناخذ الفيتامينات الخاصة بالبشرة والشعر. في ناس ممكن تروح الصيدليات وتاخذ بس الفيتامين، طبعا هذا الشيء اللي لازم نعتمده، لأنه لما نغذي شعرنا أو جسمنا من الداخل مو بس إنه من برا ماسكات وغيرها من الأمور، هذا راح يفيد الشعر والبشرة بشكل كبير. لكن اليوم أكيد كثير من التفاصيل الدقيقة راح تكون مع ضيفتنا وتفيدنا بكثير من التساؤلات، ولكن من بعد ما نشوف هذا التقرير. رجعنا نتواصل معاكم مع ضيفتنا اللي منورتنا في الاستديو الأستاذة بشاير البدر، أخصائية تغذية علاجية. حياك الله معنا أستاذة. الله يحييكم، صباحكم الله بالخير ومشكورين على الاستضافة اليوم. صباح الورد. منورتنا. يعني موضوع يهم كل السيدات، موضوع التغذية والتغذية الخاصة بجمال الشعر أو البشرة. أنا بالنسبة لي يعني هذا الموضوع وايد مهم، يعني دائما يقولون أن تاج المرأة شعرها أو تاج جمالها في شعرها. أنا روحي في شعري، يعني ممنوع يعني أي حد يلمس شعري، أستخدم مشط خاص. وأيضا في ناحية التغذية وايد أهتم بأمور كثيرة، فأنا اليوم راح أستغلها فرصة أن أتعرف على هذا العالم، عالم العناية بالشعر من خلال التغذية الصحية. هل فعلا التغذية تنعكس على شكل بشرتنا وعلى طريقة نمو الشعر وكثافة الشعر؟ أولا سؤال حلو، بس أبي أقول شغلة. أنت قلتي للسيدات، أنا أتوقع الحين أغلب الناس بشكل عام، يعني ما أتوقع هالشيء راح يكون منحصر فقط في النساء، لأن عقب ما انتشرت أتوقع تطبيق جديد اللي يبين شكلك عقب 30 ما 40 ما 50 سنة، أتوقع الكل حاشته صدمة حياته إنه شلون بيصير شكله. فلقيت إنه بالعكس الاهتمام بالبشرة والشعر تهم الرجل كثر ما تهم المرأة. نعم. بس احنا يمكن استرس زياده، يعني هم ما يهمهم يمكن اذا شويه اعتبست البشره، بس هم لاحظت انه في اهتمام، احنا دقيقين اكثر يمكن ممكن ان نشوف شغلات مو الكل يشوفها. بس بالتاكيد تحت الهواء كنا قاعد نقول ان الجينات اكيد تحكم جانب كبير من مساله الشعر وطوله وكثافته، ولكن تغذيتك اذا مو صحيه وعندك مثلا فقر دم او بعض نقص الفيتامينات راح ينعكس على جوده شعرك، على جوده البشره. نعم. فهذا مليون بالمئة يأثر. نعم. هذا الموضوع الصراحة وايد مهم، يعني دائما نسمع حبوب انها تطول الشعر وتغذيه ماسكات وغيرها من الامور، لكن احنا اليوم نبي نتكلم عن الغذاء، لان الغذاء هو اساس صحتنا اصلا. الواحد يبين شكله كذي صحي فريش لانه تغذيته اكيد راح تكون صحيه ومهتم بنفسه. استاذ اليوم ودنا شويه نتعرف على بعض الاكلات او خلينا نقول فواكه او كانت خضرات وغيرها من الامور اللي ممكن تغذي بشرتنا وايضا تغذي الشعر. شوفي انا بحاول ادمجهم بس اختصارا للوقت، لانهم في تشابه ما بين الاكل المغذي للبشره والشعر. نعم. لأن تقريبا الخلايا هي واحدة، متى ما تجددت تتجدد بالشعر وتتجدد بالبشرة. عندنا أول شيء مثل ما قلتوا بالتقرير اللي هو الأوميغا 3. نعم. جدا روعة، وأدري وايد اللي قاعدين يتابعون يقولون خلاص يلا بنروح نشتري حبوب أوميغا 3. لا ستوب، حاولوا تركزون على الأكل الغني بالدهون المفيدة. نعم. اللي هي أوميغا 3، خاصة الأسماك الدهنية عندنا مثل الصبور، والحين موسم شنو؟ الميت طبعا. فالأوميغا 3 فيه جدا غني، وايد حلو، حق يعطي البشرة ترطيب حلو، يعطيها لمعة حلوة ويعطيها مرونة. نعم. يكون الجلد سميك مو رقيق، عرفتي، فيكون عرضة للتجاعيد، عرضة للشكل المتعب. بالنسبة حق الشعر والبشرة، ويعطي طبعا اللمعة. عندك بعدين فيتامين سي. فيتامين سي هو الأساس عشان يحفز إنتاج الكولاجين. الكولاجين نحتاجه، وكل ما نكبر سنة عن سنة نحتاجه حق مرونة البشرة. صح. لشعرة تحتاجه عشان تكون قوية ما تنكسر. وأيضا شايفة الناس اللي فيهم فقر دم تلقين البشرة صفرة، تلقين الشعرة قابلة للكسر، إنزين تعبانة. فيتامين سي يخلي امتصاص الحديد جدا ممتاز، فيحافظ عليها من هالشغلات. وعندك طبعا الزنك، وعندك فيتامين اي، كلها هذه مضادات اكسده تحمي الشعر والبشره من نعم.
غير الحبوب يمكن أسماء أيضا الماسكات الطبيعية هبة صح. الحين كل الصالونات مسوين عروض على الاشتراكات الخاصة بالماسكات الطبيعية. مثلا الأفوكادو ممتاز يعني كغذاء للشعر إذا كلينا، هل هالشيء يغنينا إذا حطينا الأفوكادو على شعرنا كماسك نحن ناكل أفوكادو؟ شوفي دائما أنك تعالجين الشيء من برا مو نفس ما انت تعالجين المشكله من اساسها صح. فهذا يعتبر تغليف بسيط كانك قاعده تحطين بلاستر او لزقه على الجرح بس زين، بس ما قاعده تساعدين ان انت تفيدينه. فممكن يعطيها شكل اللمعه المؤقت اذا عندك مناسبه او شغله، بس لشعره ظل ضعيفه وهشه. فافضل ان الشخص يكون محرص على هالاكل بوجباته اليوميه. نعم. فعندك مثلا البيض لا ننسى وايد مهم في مادة البيوتين، هي جزء أساسي ببناء كيراتين الشعرة. هو بالصفار ولا بالبياض أكثر شيء؟ والله أنا أفضل أن هي تأكل البيضة كاملة لأن هم فيها مواد ثانية تستفيد منها، البروتين، الزنك، الشغلات الباجية كلها. أي. فهو ما نبي نعزل إحنا مادة أو عنصر غذائي واحد لأنهم يشتغلون مع بعض. فدائما أفضل أن أنت مثلا لو أعطيهم مثال على وجبة، مثلا بيض مع شرايح أفوكادو مع مثلا طماط لذيذة. وممكن سبانخ مع البيض، عرفتي؟ حتى اللي فيهم فقر دم يستفيدون منها. نعم. فبس أهم شيء تداومون عليها، ما يصير مرة مرتين كل يوم لازم. هو الواحد يتعود من يدش الجمعية مثلا الوحدة لما تروح تبي تشيل البيت لا تروح صوب الحلويات والسناكات وكذي، تروح تركز على صوب الخضرة. أنا بروح معاك الحين الجمعية ومثلا احنا عندنا وايد اختيارات داخل الجمعية، مثلا البيبي كاروت ولا تشيلي توميتو ولا الطماطة على عدالها الكبيرة أو الخضرة المثلجة مثلا أو الفاكهة المثلجة. عندنا وايد اختيارات. صح. في ناس تروح حق المثلج تقول احسن واسهل، في ناس تقول لا الفريش افضل، فشوي طاربت يعني خلينا نقول الاراء بالنسبه حق الاشخاص، وين الاحسن؟ شنو حلو. لازم نحط بالسله ونقول حلو. احنا اليوم حطينا المكونات المفيده حق بيتنا. اول شيء لان الحمد لله هني نمط الحياه اسهل من غيرها من الدول اللي الناس ممكن يعني يومهم طويل بالشغل، ماكو احد يساعد مثلا بالطبخ، اذا في احد يساعد دائما حرصوا على الخضره الفريش الطازجه. لا تاخذون شيء معلب، طبعا انسي المعلب. طبعًا. انا اقول المعلب انوجد فقط للظروف القاسيه اللي هي بعيد الشر الحروب والكهرباء ماكو، فما يحتاج تبريد، فقط تخزين. فلا حد يشتري معلب، نركز على الفريش. الحالات الطارئه هذا اصلا حالات طارئه. انزين الحاله الثانيه هي انكم تشترون موسمي، كل ما كانت الخضره والفاكهه بموسمها كل ما كانت كميه فيتاميناتها قمة. ممكن نعم. أوقف عند هذه النقطة، مثلا في موسم الملوخية حلو. تلقينها وايد موجودة بالسوق. حلو. أنا لما أخذها وفرزنها هل أحتفظ بقيمتها الغذائية؟ يس. يس. هو شنو أنت الحين لما تيين تفرزنين الفاكهة أو الخضرة بموسمها، إذا تم تفرزنها بطريقة صحيحة تحتفظ على قيمتها الغذائية. أي. وهذه النقطة تأخذنا لي المثلج. نعم. في مثلج جدا ممتاز، وبعدين أنت خضرتك إذا ما خلصتيها حرام تخترب، أنت هنا تقدرين تلجينها فتستفيدين منها بمواسم ثانية، فتركزون بالدرجة الأولى على الفريش، بالدرجة الثانية على المثلج إن لم يوجد. نعم. الفريش هذا يمكن الشيء إذا كان الشخص ما يعاني مثلا من نقص في الفيتامينات والمعادن، يعني متى نقدر نقول إن الشخص لازم يلجأ للمكملات الغذائية إذا كان عنده نقص؟ أولا نشوف دائما التحاليل. دائما نصيحتي للمراجعين اللي حابين مثلا ينتظمون بنمط حياة صحي، أو اللي حاب يزيد وزنه أو ينقص وزنه أو يكتسب كتلة عضلية، لا تمشون على أي نظام عشوائي، لازم تحاليل الدم. فأي المختص يشوف تحاليل الدم. نعم. يشوف نسبة النقص، هل هي نسبة بسيطة؟ إذا نسبة بسيطة أنا شخصياً أفضل نعتمد على الأكل الصحي لأنه قادر أنه يغطي النقص هذا. نعم. ولكن في ناس صار لهم فترة طويلة فيهم مثلاً أنيميا حادة، أو جسمهم مو قادر أنه يعني مثلاً يلحق، ظروفهم اختياراتهم الصحية جداً سيئة، هني تحتاجين أن أنت مع الأكل في فترة علاجية مع الفيتامينات، ولكن لا تعتمد
اللون على الشغلات الخارجية فقط، بس حبوب، بس فيتامينات، بس ماسكات. أنا أدري الناس اللي يتنحشون من الخضرة والفاكهة عادة يقولون خلنا أخذها دامها بحبة أو دامها بشيء خارجي، الجسم ما يتعرف عليها مثل ما هي بطبيعتها طبعا. ففي الغالب ما يمتص النسبة كاملة اللي موجودة بالحبة. نعم، فحرصوا على الأكل، فالأكل الفريش هو أفضل ويفيد صحتنا. طيب أستاذ، اليوم إحنا يعني سواء بالصيف أو الشتاء الموضوع واحد، البشرة جافة، خلينا نقول تتعرض لجفاف كبير سواء الناس مثلا شنو البحر. أكثر شيء يهملون الناس هنا بالكويت الأكل. أنا أقول الماي. يعني مراجعيني تدرين لو أتوقع لو أسجل الصوت أكثر شيء أحن عليه ماي. شربوا ماي. ماي بالصيف ما يشربون، بالشتاء يقولون ما نحس بالعطش. الحين لما يكون عندك زرعة إيش كثر تسقينها؟ لما تنطرينها تصير صفرة؟ لا طبعا مستحيل تسقينها كل يوم شوية. فدائما أقول لا تنطرون إن تحسون بالعطش، لازم تقصبين روحك على الماء على أساس جسمك يقدر يقوم بالوظائف كلها. بس الماء يعني اليوم في ناس يمكن عندها هالمشكلة كبيرة إن البشرة جافة، تقولك مثلا أنا بس أستخدم مرطبات مثلا فيها تركيز عالي من الترطيب، شنو اللي يفيدنا؟ سوي التجربة هذه، حاولي إن أنت تقلين بمايك خلال فترة الأسبوع، لو ترطبين من اليوم لباكر البشرة بس تمتص المرطب تريد تنشف مرة ثانية. فلو يعني أغلى مرطب بالدنيا لازم تشربين كمية ماء مناسبة حق جسمك، خاصة إذا كنتي بعد من محبين الكافيين. فالكافيين شنو يسوي؟ يطرد الماء من الجسم. صح. فهذا الحكي حق مدمنين الشاي والقهوة، لا يكون ببالكم إنكم غطيتوا كمية الماء الكافية إذا أنت وايد شربين قهوة وشاي. نعم. لازم الماء نشربه ماء، يعني مو نك مثلا عصير ولا قهوة ولا شاي كسوائل. يعني في ناس أيوة بسوائل، يعني سائل الماء أو إذا عصاير تكون مخففة، لأن هم السكر ما يعني ممكن يطرد السائل من الخلية. متى يعني نقدر نلاحظ على الشخص أنه هو عنده نقص فيتامينات معينة أو معادن بالشغلات الخاصة في الشعر أو أيضا البشرة وجمالها؟ شوفي في ناس ما يبين عليهم، ممكن تحليل الدم هو اللي يعطيني الانعكاس الأول، بس في ناس ممكن اللي تقولك أنا أعاني من تساقط شعر حاد. طبعا احنا نتكلم عن الحالات اللي ما مرت بمشاكل هرمونية، مثلا بعد الولادة، اللي هي الظروف اللي معروف انه يتساقط فيها الشعر. فإذا انسان ما عنده اي مشاكل فجأة لقى ان شعره يتساقط، في الغالب في فقر دم، او مثلا الأظافر إذا شاف إن هي تنعوي أو تتكسر. البشرة إذا كانت حيل جافة وبدت تصير مثل ما تقولين قشرية، هذا نقص فيتامين سي. إذا مثلا الشخص تحسين بشرته حيل مايلة إلى الصفار أو باهتة، تحت العين حيل أسود، هني نشك بالأنيميا. عرفتي؟ بس ما نقدر نقول، يعني ما اقدر اطالعك اقول اوكي فيك نقص زنك ولا اوكي فيك، لا ما نقدر الحين. بس الافضل ان الواحد من ينتبه ان الامور مو تمام، الشعر قاعد يتساقط وايد، او الاظافر قاعد تتكسر، او البشره تبتدي تحبب، هني الجسم قاعد يحاول يوصل لنا رساله. نعم كلام حلو الصراحة، لكن خلينا نقول في حالات من الناس اللي ما تهتم كلش بصحتها وعلى طول تطلب خلينا نقول أكل جاهز، أو وفي فعلا وايد ناس تسوي هذا الشيء، خلينا نقول ضيق الوقت عندها، هم سبب الزحمة بالشارع أو يمكن ما عندها شيء تسويه من الفراغ اللي ممكن واحد يعيش فيه. يا الحين هالشخص هذا بيعدل السيستم الغذائي، يبي يكون كذي منظم، ياكل عدل، ياكل صح، هل ممكن واحد يعدل خلينا نقول جسمه وشلون يبتدي؟ شوفي عمره ما راح يكون الموضوع متأخر إن تي واحدة أو شخص يقول لا بس خلاص وين أنا كبرت ولا عيست يلا لحقوا على ما في حتى يعني لو الواحد بأي عمر ولكن أهم شيء إن الواحد يصلح اللي يقدر عليه. فمثلا إذا الشخص على قولتك أيامه معفوسة ونومه معفوس وكل شيء فوق تحت وراسه يابس، هني أبتدي بالشروط السهلة جدا، ماي، خضرة، فاكهة. نعم لا تغير أكلك، أول شيء ابدأ بهالشغلات، تالي الشهية تتنظم. عرفتي شلون؟ أما الشخص اللي جاهز ومقتنع هني لا، يكون في نظام مناسب حق حالته، مناسب حق أهدافه، ويكون أكثر إقبال على الالتزام. نعم أستاذة، إذا نبي نتكلم عن وصفة الحين غذائية خاصة بالشعر،
أنا بركز أول شيء الحين على الشعر، شنو الأغذية اللي تساعد وتحفز في نمو الشعر وتخلي بالشعر لمعة، الشعر يطول أسرع، ونستبدلها بالوصفات اللي للأسف غير ناجحة أبداً؟ شوفي، هو أهم شيء أن الواحد يعني في يسمونها نظرية اللي 80-20، 80% أنت تشدين حيلك تسوين اللي عليك صح، 20% إذا كان فيها هني وهناك وجبات ممكن الجسم يتغاضى عنها. بس 100% ما نقدر ترى، 100% يعني الموضوع مو واقعي، فإن الواحد يكون واقعي أفضل على أساس ما يصير الموضوع عكسي. الحلو بالبشرة والشعر إنهم مرتبطين مع بعض، فإذا كلينا الوجبات اللي أنا الحين بقولهم راح نفيد أو نضرب عصفورين بحجر. بالنسبة حق أول شيء لازم تشيكون تحاليلكم، إذا في مشاكل النصائح اللي بقولها الحين ما راح تنفعكم، يعني لازم يروحون يراجعون الطبيب بالبداية ويتأكدون من كل شيء، يشوفون إذا في نقص يعالجون النقص، وطبعا يلتزمون باللي أنا بقوله الحين. بالنسبة حق أفضل وجبة ممكن أقولك من الصبح لليل وهم يقدرون يأكلونها بأي وقت يفضلون، وجبة البيض مع شوية سبانخ، طماط وشرايح أفوكادو، وممكن عصير برتقال. هذه وجبة روعة حق الشعر والبشرة. زين الأفوكادو ما يسمن؟ في ناس تقول لك شوية. إيه بس عاد أنت الحين اللعبة كلها بنشنو بالكمية، فأنا بقول النوعية والكمية عليكم، يا أما تراجعون مختص يشرح لكم إذا تبون ثبتون وزنكم أو تبون تزيدونه أو تبون تنزلونه. يعني نص مثلا الأفوكادو ممكن على حسب، في ناس تقدر تحرق أفوكادوها كاملة، في ناس ممكن نص أفوكادو لازم نرتب البرنامج مالهم كامل. هي غنية بالدهون، بس الدهون المفيدة صحيح. الدهون المفيدة يعني الحلو فيها أنها تساعد تحرق الدهون الموزينة، بس هم لازم تلعبينها صح بالكمية. هذه هي المشكلة. فهذه الوجبة الأولى. الوجبة الثانية ممكن نركز مثلا على مرقة لحم، مثلا حطوا فيها فاصوليا حمراء، أدري مو يعني طبق معتاد أن نحصل بالمرقة فاصوليا مثلا، بس هذين المصدرين ممتازة، عكس لذيذة. بعدين خلي أقول شغلة أستاذ، اليوم في ناس تروح حق المعلب فاصوليا معلبة ويحطونها، أنا ما أعتقد هذا الموضوع. أنا أفضل أن تروحون على البقوليات اللي هي الناشفة، فنقعها ونفوحها، طبعا هي تطول وتأخذ وقت، بس أن تقعد بثلاجة هم فترة حلوة. أو طبعا ممكن بالفريزر. بالفريزر أنا أسوي كذي، يعني أشتريهم جاهزين، يعني أنا أحضرهم بالبيت. أفضل وايد أفضل هالطريقة. أنا رف المعلبات ما قرب صوبة، يعني أستغرب ليش موجود أساسا. شوفي في ناس تعودوا عليه، يعني في شغلات تجيب لك ذكريات، يعني أغلب المراجعين اللي ذكريات اللي يسمونها جيل الطيبين ما جيل الطيبين. انسوا مثلا حليب الكارنيشن، عندي مراجعين يقولون لك لا يمكن استغني. احنا ما نبي نذكر اسامي شركات، صح صح، يعني من غير الحليب المكثف المبخر. انزين فدائما اقول لهم مثلا ركزوا على الشغلات الطازجه. انزين نروح على الوجبه الثانيه اللي هي الغداء. طبعا افضل انه يكون اللي هو مثلا الرز الاسمر، الباستا السمراء، فيها مواد وعناصر غذائيه ايضا افضل من اللي موجوده بالابيض كزياده. عندنا سلطه الجرجير مع الطماط وشويه ليمون، فيتامين سي وحديد، روعه. امتصاص الحديد ممتاز حق تطويل الشعر، ومعلومه حلوه ان الشعر يطول تقريبا سنتي وربع بالشهر، بالسنه ممكن 15 سنتي. في ناس يعني يقيسون طول شعرهم ممكن؟ والله ما ادري، نقدر نجرب نقدر نجرب نشوف. احس يعني هذه مرحله ممكن تكون هوس، هذه ممكن اشوف ما يطول شعرهم ترى. انا اتوقع اذا يعني اذا متعوده شعر طويل وقصيتيه فجاه بوي ولا كاري، اتوقع بتقيسيه بس في شغلات اللي تحفز انها تسرع طول الشعر، اللي هي شغلات الغنيه بالحديد اللي توني ذكرتها، وتحت الهواء قلنا عن السبانخ جدا ممتاز، لو تاكلونه مطبوخ او مع السلطه مع شويه طماط جدا ممتاز. حلو هذا بالنسبه حق الخضروات والفواكه، ويمكن اكلات سريعه ممكن نحضرها ما تاخذ منها مجهود كبير. ولا تنسون الاسماك الدهنيه، صح هذا الحين انا ياسيني على الموضوع المهم، سلمون، تونه، ميد، صبور، وايد ممتاز. والربيان انزين ايش كثر ممكن يفيد؟ يعني شوفي الربيان ما يعني انا لو نركز على هذا النوع من السمك الاوميجا 3 فيه وايد مرتفع. للاسف الربيان ما يقايش معاه، بس مفيد. مفيد عرفتي بالنهايه يكون هو مفيد. تحبين الربيان ولا ما تحبين؟ انا احب السي فود، يمكن عكس الفاطمه، احب السي فود بجميع انواعها. اوكي شلون الواحد ممكن يحضر؟ اكيد في وصفات كثيره الواحد وده انه هو يتعلمها يوم بعد يوم. عيل لازم تتابعين معنا فقرتنا القادمه استاذ، راح نروح الى فقره الشيف مشاعل الاميش، ودائما تحضر لنا اطباق جدا مميزه، واليوم بتحضر الربيان اكيد على طريقتها، تابعوها.
تسلم ايدها شيف مشاعل لميشو، وسوت لنا ربيان مشوي. صحيح، يقول انا احب الربيان وايد، شكله وايد لذيذ. على يوم لازم تشي نروح مطعم وانتم تطلبون سي فود وانا اشوف شيء تطلبين دي اي ستيك. يعني اكيد في شغلات مثلا تعوض نقص امور كثيره في حياتنا الخاصه بالتغذيه والصحه. حق الناس اللي مثل حالتي مثلا، يمكن عندهم حساسية من بعض الأطعمة، أو مثلا ما يأكلون السي فود بكثرة، يعني جدا قليل يأكلونه في حياتهم. هل في شغلات تعوضهم خاصة على الأوميجا 3؟ شوف، اللي في حساسية في الغالب اللي فيهم حساسية من العنصر الغذائي نفسه، راح يكون فيهم حساسية من المكمل الغذائي اللي هو عن طريق الحبة. نعم. فهذه الحالة خاصة. أما إذا في ناس ما يأكلونه، يعني أنا دائما يعني أصنف المراجعين أقول لهم إذا دلع الموضوع خلاص لازم تقصبوا روحكم تاكلونه ولو مره بالاسبوع. اما اذا في مشاكل صحيه بالهضم، القولون، الحساسيه، هذه احنا هني نحاول نشوف بدائل. بس في الغالب الاوميجا 3 اذا الشخص في حساسيه اسماك يقدر يتجه على الافوكادو. نعم. يقدر يتجه على المكسرات خاصه الجوز اللي هو عين الجمل. نعم. ممكن مثلا زيت الأفوكادو، عرفتي؟ نعم. الأساي أيضا في أوميجا 3. الأساي والله نسيت، ما يحضرني. إن إحنا من كم يوم تكلمنا عن الأساي بشكل تفصيلي، أذكر إنه كان من بس المعلومات. مضادات الأكسدة فيه جدا عالي، لأنه هو عبارة عن نوع من أنواع التوت، فنقدر نقول إنه هو فائدته كمضادات أكسدة، فيتامين إي وفيتامين سي وهالسوالف. بس الأوميجا 3 مو متأكدة. عندك اللي هو بذور الشيا. نعم. بذور حب الشمسي، واخيرا لقينا حق محبين الحب الشمسي. بس حب الشمسي شلون، مدخن مو مدخن؟ شو الافضل طبعا انه يكون يعني بحالته العاديه اللي هو مو مملح ولا شيء. نعم. وبعدين عندك اللي هي بذور الحبه، بذور الكتان. اي فهذه كلها بدائل حلوه حق الاوميجا 3، حق اللي يا اما يشتكي ما يقدر ياكل السمك او ما يحصل. نعم. يعني الاعذار مو مقبوله، البدائل موجوده أبداً. ومتوفره بكل مكان طبعاً. ما شاء الله الحين الجمعيات فيها تنوع كبير من صح. حتى الشركات المصنعه في تنافس. انا لاحظنا وايد مو نفس اول صح. الحين المنتجات كلها اول باول قاعد تنزل عندنا. نعم. وفي اختيار يعني رائع، مو بس شركه واحده، فما في عذر على قولتك. صحيح. استاذه بشاير، يعني ليش دائما الناس تنظر للشخص نفسه سواء امرأة أو رجل من يبدأ يكبر؟ هني لازم أنت تبدأ تهتم بصحتك مثلا عقب 25. أنا أقول بعد في ناس تقول عقب 30 عقب 40، هني ها ركزوا على أكلكم، الأكل يتغير، سيستم حياتهم يتنظم. ليش ما يكون الشيء قبل؟ يعني شوف، أول ما يبدأ الإنسان يأكل المفروض أروح. شوفي، هو في ناس اللي تحب يعني تشوف النتيجة السيئة صارت قدامها على أساس تدارك الموضوع، يعني اللي هو لازم في عبرة يعتبر منها، عرفتي؟ ان مثلا شاف شخص صار فيه كذي، لا سمح الله صار فيه سكر، الوالد او الوالده، فيتعلم من الخطا اللي صار قدامه. وانا دائما اشبه اجسامنا بالسياره، اول ما تشترينها انت جديده سياره، صح؟ ما راح تحتاجين تودينها اللي هو مينتنس، ما راح تحتاجين تودينها الجراج، ولكن بعد فتره معينه في الغالب السياره بعد ال 100,000 كيلو لازم يصير فيها صيانه مهمه. اجسامنا اتوقع عمر ال 30 هو المعادل حق هذه ال 100,000 مال السيارة، يعني تبتدي البشرة تصير رقيقة، تبتدي العضلات تحتاج مجهود جدا أكبر من السابق على أساس أنها تكمل تحرق. فمثلا مسألة الناس اللي كانوا ما يمارسون الرياضة بالعشرينات، ضروري جدا أنه يأخذونها كلايف ستايل مهم ثلاثينات وفوق، لأن العضلة تحتاج أنها تتمرن ولا راح تضمر وتنفقد، وبالتالي الحرق يصير جدا بطيء. يعني الانسان بعمر اصغر ممكن انه هو يعني خلينا نقول يضعف بسرعه، ينزل وزن اسرع. صح. واذا كانت مثلا المشاكل الصحيه اقل بدايه العمر، لانه ما في استهلاك على الاعضاء. نعم. المعده للحين مثلا انت تو الناس ما تستهلك فيها. اما مثلا تلقين اذا شخص في حساسيه ومهملها، او قولون ومهمله، او حساسيه من الجلوتين ومهملها، المعده ما تقدر تتحمل بعد فترة صح. طويلة من يعني عدم الاهتمام بالصحة، فتبتدي المشاكل تتضاعف بسرعة ورا بعض بعد سن معين. نعم.
ودي أتكلم أيضا عن النظام الغذائي، شلون كل شخص فينا يعرف النظام الغذائي الخاص فيه واللي يناسبه أيضا؟ حلو. أولا تنتبهين على اللي هو عمرك، ذكر أو أنثى، شنو هدفك أنت؟ هل في مشاكل صحية تبين تعالجينها؟ تشوفين علامات الاستفهام اللي أنت تبين تشتغلين عليها، وبالتالي يصير نظامك خاص فيك، يخليك توصلين حق الأهداف اللي أنت تبينها. سواء تبين حديدك مرتفع، تبين تركزين على البشرة والشعر، تبين تزيدين الكتلة العضلية، تبين تنزلين وزن، تبين تزيدين وزن، هذا كله أفضل أنك تقعدين مع متخصص تسولفين بهالسوالف. تالي يشوفون شنو هي العوامل، عمرك، الحرق عندك، السوالف هاي كلها، وفي نظام يكون مناسب لك. أما الأنظمة اللي أنا أسميها بالكود كذي تعطينها كمية بالجملة، هذه ما أشوفها مناسبة، لأن حالات الناس الصحية تختلف طبعًا. من شخص لشخص يفرق، والواحد ما يقدر يطبق شيء مثلا من تجربة غيره، هو مو عارف أصلا حالته بالضبط. طيب أستاذة بشاير، يعني اليوم دائما نتكلم عن الغذاء، لازم نركز على كثير من الأشخاص خصوصا الحجاج، يعني الحين اللي بيروحون الحج إن شاء الله ربي يردهم بالسلامة طبعا لما يروحون وربي يتقبل منهم، الأغذية اللي لازم يحرصون عليها طبعا الحين ممكن يبتدون فيها ويكملون عليها طبعا في موسم الحج، شنو المفروض يبتدون فيه؟ بالنسبة حق المجهود البدني اللي يتطلبه اللي هي مناسك الحج والعمرة بشكل عام، خاصة في هذا الجو الحار، شغلتين أحب نركز عليها. الشغلة الأولى اللي هي المحافظة على ترطيب الجسم، فالماء جدا ضروري أنهم يحرصون عليه سواء قبل بفترة أو خلال الأيام اللي هم مريحين فيها بالبيت، هذا واحد. اثنين اللي هو الأكل اللي فيه طاقة، فقبل لا يأدون أو قبل لا يطلعون لأداء المناسك يركزون طبعا، اللي يحب ياخذ قهوته خلي ياخذها الصبح انزين. وبالنسبة حق الكربوهيدرات مهمة لأنها بنزين حق الأجسام، فناخذ كربوهيدرات بسيطة تعطينا هذا البنزين. بعد ما يرجعون أفضل أن يأخذون الكربوهيدرات اللي تبني أو تساعد الجسم على الريكفري، الراحة أو البناء، مع البروتينات. فالأكل الموجود من عيش، باستا، لحم، دياي اللي موجود. وطبعا يبتعدون عن الأكل الدسم والمقالي لأنها تخثل الجسم، يعني ديروا بالكم من هذه الأكلات. فهذه تكسلك وتخليك ما تقدري، ما في طاقة تبذلين هالمجهود، فبعدوا عن هالشغلات. والمنبهات في فترة المساء تتعب الجسم. اللي يعني ملتزمين بنظام غذائي مثلا مسوين دايت، يستمرون فيه ولا ياخذون بريك؟ انصحهم ان هم يوقفونه بريك، لان انت اوريدي التركيز، يعني هو الاجواء روحانية اصلا، فيكون تركيزك انك شلون تقومين فيها على اكمل وجه طبعاً. فاكلك اوريدي اذا انت ماشية صح ما راح تأثر مسألة الوزن، إذا ما يجي تمام وجباتك مقسمتها صح، الكمية ما قاعدة تخربينها، نادر ما يصير زيادة وزن خلال فترة الحج. شيء غريب، أنا أحس إذا الواحد يعني فترة الحج يعني المفروض أن الحركة فيها أكثر الواحد يزيد وزنه. ليش؟ طيب أستاذ، يعني إحنا تكلمنا الحين عن فترة الحج، أيضا مقبلين إن شاء الله على عيد الأضحى المبارك والناس عزايم وزوارات وأكل، شلون ممكن نحافظ على الأكل الصحي في المغريات اللي راح تكون موجودة دائما؟ أول شيء اللي فيهم كوليسترول ديروا بالكم، لأن عيد اللحم فشوي شوي على الكوليسترول، ابتعدوا عن المقالي. ثانيا لا تروحون لزوارة يواعة، لا تروحون المطعم والنطرة طويلة بالعيد وبتموتون يوع، وبعدين المشكلة هذا اللي يصير، صدق هذا اللي يصير. انت تروحين تبين تاكلين فتروحين مو ماكلة ولا شيء، وتنطرين والنطرة بروحها تيوع زيادة. فدائما اقول لا تطلعون من بيتكم وانتم يواعة، اكلوا لكم وجبة خفيفة، او اللي قاعد الصبح مبكر خليه تريق، هلا هلا بالبيض والافوكادو طبعا والطماط والسبانخ. بالنسبة حق الالتزامات العائلية والاعياد، وايد حلويات وايد، فيكون الواحد مثل ما قلنا ياخذ كمية معتدلة، يحرص انه قاعد يشرب ماء وايد، فالشهية شوي تنسد. فاستهلاكك لكمية الحلويات تكون اقل، انت شبعانة،
شنو بعد نصائح؟ نحط سناكات صحية المفروض، يعني تصير هاي ثقافة في كل البيوت. هو موسم الرقي، فيعني إن شاء الله مع كل طبق كيك طبق إن شاء الله رقي يكون في خيارات، يعني نتمنى يعني خيرون عاد ضيوف بين الصحي والغير صحي. في عادات الحين يعني أغلب البيوت تلقينها حتى لو مو ماشية صح بنظام، تلقين الكل وده يسوي رجيم. صح صح. فحطوا اللي هو الأوبشن الصحي وأتوقع في إقبال. تعرفين اللي هبوا فيها سلة الفواكه فيها أشكال وكذي، هذه بعد تشجع لما يحطونها هم يعني بشكل وايد حلو، إن هم هابين فيها وهم قاعد يفيدون نفسهم أصلاً منها. صح. وأنا لاحظت إن وفي دراسات تقول لك إذا الفواكه مقصصة الناس يكونون أكثر إقبال عليها من إن تكون مثلاً على عدالها. قاعدة على عدالها ولا الفواكه الثانية. فقصصوا الفواكه. تفكرين شلون قصصوا شرباتهم مكياجي حمرتي. عرفتي لا أسهل كذي وهي مقصصة. عادي يعني في طرق كثيرة، يعني ممكن أي سيدة تتفنن بالطبق، طبق الفاكهة يكون شكله فعلاً يشجع. شكله حلو. نعم خاصة للأطفال، والحين إحنا فترة الصيف وجدول الأطفال معتفس يكون وايد معتفس. صح. شو ممكن الأم تسوي كنترول على صحة أطفالها من خلال تغذية في فصل الصيف؟ إذا النوم معتفس عند الأطفال ما راح تقدرين تسيطرين على ولا شيء. يؤسفني أن أقول هالشغلة، فتبتدون بالشغلة الأولى أن تعدل النومة. سالفة أن الواحد يواصل هرمون اليوع راح يرتفع، تلقين الطفل راح يدور الشغلات اللي فيها كربوهيدرات عالية، راح يلجأ للسكريات لأن الجسم يطلب كذي. الجسمك قاعد يشتغل أوفر تايم، يحتاج بطارية إضافية. فالنقطة الأولى أن يعدلون النوم. إذا ما في تعديل للنوم ما في تعديل فهذا هو الجواب. ولكن تركزون ايضا على الماء، لان اليهال والاطفال ما راح يشتكون لكم ويقولون لكم مثلا ان عطشانين ولا فينا جفاف، يلعبون وينسون. فتركزون على الشغلات العاليه بالسوائل، حطوا صحن الرقي خلوه موجود قدام الكل، اليهال اذا شافوا الشيء يروحون ياكلونه على طول. صح. حسب احنا شنو قاعدين نعطيهم بعدين هم بالاساس لما يشوفون الاهل هذا اكلهم يتعلمون مليون بالمئة. طيب استاذه بشاير، اليوم يعني نقول التكنولوجيا وايد تطورت والمعلومات قامت توصل لنا بسرعه، معلومات مفيده يعني حتى من اخصائيين التغذيه، سواء حضرتك اكيد بالسوشيال ميديا وغيرها من وسائل التواصل واتساب وغيرها من المسجات اللي توصلنا فيها خلينا نقول تعليمات بالالتزام بالاكل الصحي وغيرها من المعلومات، لكن لا زالت في اشخاص ما تقتنع بهالكلام وتقول لك احنا كلينا قبل واحنا صغار وعطونا لكن احنا ما فينا شيء الحمد لله صحتنا زينه خل عيالنا ياكلون مثلنا. شوفي صحتها الكلام سمعينا وايد حلو. اي طبيعي، بس الحلو ان انتشار مثل ما قلتي الميديا بهال يعني انا اسميه الانفجار المعلوماتي هذا، حلو ان الانسان صار واعي. فشنو يبقى هني؟ يبقى انت وضميرك، عاد ما تبين تلتزمين المسؤوليه تقع عليك. اللي قاعده اشوفه عندي بالعياده مو قله وعي، بالعكس انا جدا مستانسه ان فتره يمكن السبع سنين اللي اشتغلتها هذه وايد تطور معدل الوعي، ولكن حلو. ظروف الاراده والعزيمه هذه هي اللي يكون فيها المشكلة، إن شخص وده بس مو عارف من وين يبتدي ويطالع المغريات ويغير رأيه فجأة. تدرين ليش يصير هذا الخراب؟ لأن النية دائما تكون بالحرمان أو بأنه يعني حل غير واقعي. إيه شخص ويقول لك أنا والله قررت أوقف عيش نهائي. إنزين إحنا ما راح نروح نهاجر النرويج، إحنا قاعدين بالكويت. الغداء أساسه شنو؟ عيش. الصدق. الزوارات أساسه شنو؟ عيش. فأنت لما تين تقولين أنا بوقف هالعنصر الغذائي، كل الناس قاعدة تأكل عيش قدام، فجسمك لا إراديا أي شيء تحرمين روحك منه يبي زيادة. فأنت لو تقولين والله بحاول أكتشف عناصر غذائية ثانية غير العيش، هني مخك العقل الباطن يدري ان انت مو حارمته، فما صح. يكون ذاك الاهميه والاساس. ولا اقول نعم. اقلل، حتى لو قلت بقلل مثلا من شوفي عش. انت يعني لازم هي نظره متكامله، ما صح. تقللي انت من عنصر الكربوهيدرات وتروحين تركزين على الكربوهيدرات الضاره من حلويات وسكريات. افضل لي لو ما اكل عيش. اي والله صح. عرفتي؟ فهي المساله مساله توازن بس. فعلا لازم يكون في توازن. انا يعني اي وحده من رفيجاتي تصير سوالف عن الرجيم انه شلون شو اسوي، يحبون ياخذون من خبرات غيرهم. اقول لهم اول شيء لازم تروحون حق اخصائي تغذيه متخصص، هذه اول نقطه. ثاني نقطه ما يكون رجيم مسمى رجيم، لازم يكون لايف ستايل. صح. نبدل كل شيء يضر جسمنا بشيء يفيد جسمنا، او اللي انت شوي اغش يوم بالاسبوع ان انت قادره تسوينه. يعني نعم. مثلا اللي يناسب اسماء ممكن هي قادره تلتزم بخمس قوانين، يمكن انت ما تناسب نمط حياتك. نعم.
قادرة تلتزمين بشيء واحد، فالأفضل لي أنك تركزين على هالشيء الواحد اللي قادرة تغيرينه، ولا تذبحين عمرك 5 أشياء وآخرتها مثلاً ما تلتزمين بشيء. نعم. طيب أستاذة بشاير، يعني الكلام جداً ممتع معك في خصوصاً مواضيع التغذية، ما نمل منها ترى السوالف، لأن فعلاً الواحد كل يوم يكتشف أمور جديدة وأكلات يمكن ما كان يركز عليها. قبل لا نختم حوارنا الجميل معك أستاذة، ودنا كلمة أخيرة للسادة المشاهدين، شو تحبين تقولين خصوصاً فترة الصيف هذه اللي للأسف وايد ناس يزيد وزنهم؟ مقدماً عيدكم مبارك حق الإجازة الطويلة اللي بتي، حرصوا عليها إن أنتم مثل ما قلت تشربون ماي، وحرصوا إن على الأقل باليوم تاكلون ولو حبة فاكهة واحدة. لا تهملونها، هالشيء وايد مهمل في فترة الصيف. وبس سلامتكم. يعطيك ألف عافية أستاذة بشاير البدر، شكراً لك على وجودك معنا في شاي ضحى، نورتينا اليوم. مشكورين أسماء وفاطمة، شكراً لك أستاذة، نورتينا في شاي ضحى. أسماء يعني أنا عقب كل حلقة يوم الاثنين أقعد أعيد حساباتي والجدول الغذائي تحسين في أشياء ها؟ وأرد البيت أسوي جرد على الأكل وأفكر شو المفروض أكله وشنو ما أكله، وهذا يعني موضوع جداً مهم فعلاً، لازم الواحد يعيد حساباته خاصة بالأمور اللي تمس صحتنا بشكل مباشر. راح ننتقل معاكم لموضوع ثاني مع زميلتنا هبة القحطاني وفقرتها الأسبوعية دائما تسلط الضوء على شخصية نسائية مبدعة في مجالها، تابعوها.